وتحاول بعض الجهات الخيرية والتنموية المحلية الإسهام في مساعدة الفقراء، لكن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد يقف عائقا أمام كل هذه الجهود. سنة تلو أخرى وعائلة ثابت تنتظر الفرج. ثابت ذو 3 أعوام يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، لكن أسرته لا تملك تكاليفها بسبب الفقر وضيق ذات اليد. ما أقدرش يا أخي، فقير ولا أي شيء، فين أوجه؟ هنا في قرية المهوب بمديرية الحالي في محافظة الحديدة، إحدى أفقر مناطق اليمن، تعيش أسرة ثابت مثل غيرها من السكان بدون أي ضمان للحصول على قوت يومها. في الحديدة يخوض معظم السكان صراعا يوميا للحصول على لقمة العيش. لهذه البقرة ومثيلاتها حكاية قد تبدو ظريفة، لكنها وثيقة الصلة بمحاولات منظمات إنسانية لابتكار معالجات للحد من الفقر. بقرة لكل بيت في قرية ذي مشهور بمنطقة الضحي بالحديدة أيضا. الفكرة نفذتها منذ سنوات في عدة مناطق منظمة إنسانية بدعم خيري، وتقوم على توزيع بقرة لكل أسرة فقيرة لترعاها كما تفعل فاطمة الآن. مقابل ذلك تحصل الأسرة على لبنها وسمنها وجزء من عائدات بيع عجولها. فاطم تؤكد أن هذا المشروع الخيري حسن من ظروف حياة أسرتها. مرتاحين زيادة ومبسوطين، أما تنور حقنا ننور كاسبنا زيادة. مئات الأبقار تعيل مئات الأسر. الفكرة تبدو ملهمة ومتناسبة مع واقع واحتياجات السكان. فكرنا البقر لملائمة البقر في الوضع الاجتماعي اللي يعيش فيه الناس في القرى. الرعي موجود، العشب موجود. تقارير دولية أشارت إلى أن ما يقرب من 18 مليونا من إجمالي سكان اليمن البالغ 25 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية في العام المقبل. حمد البكاري، الجزيرة، من محافظة الحديدة غرب اليمن. سيد